اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وصناره. هعمل النهارده فسيخ بس هدلعه شويه. هعمل فسيخ بالكرواسون وهعمل معاه سلطه رنجه او بطارخ رنجه بالبنجر. هبتدي الاول بالفسيخ بالكرواسون. مكونات: قطعتين كرواسون، افوكادو، فسيخ متنضف فيليه، بصل مفروم، ليمون، ثوم، طماطم وبقدونس. طبعا ممكن نستعمل كزبره، شبت، اي حاجه. طيب هاخد بوله واحط فيها زيت الزيتون. طبعا مش هحط ملح لان الفسيخ مليان ملح. اكد بس على حضراتكم، الفسيخ لو مش جاي من عند حد موثوق فيه جدا 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 جدا، يعني شوف اقول لحضراتكم لدرجه ايه، 10 مرات جدا، لان الفسيخ الغلطه فيه بتبقى مش كويسه خالص. يعني لو حصل حاجه والفسيخ مش مظبوط بتبقى مشكله كبيره قوي، لان هو يعني خلي بقى حضراتكم اشتروا فسيخ من مكان مضمون، مش اكتر من كده. احط كل المكونات دي كده مع بعض علشان ابقى جاهز ان انا ايه، احط الفسيخ على طول. زي ما حضراتكم تحبوا، تقدروا تحطوا الفسيخ سليم، انا احطه سليم، احط قطعه الفيليه سليمه زي ما هي، او تقدروا تقطعوه قطع صغيره. لو قطعتوه قطع صغيره يفضل تلبسوا جوانتي لان الريحه بتمسك في الايد جامد قوي. انا هعمل ايه، تتبيله كده للساندوتش او للكرواسون، وبعدين هاخد اخلص كل حاجه الاول هتتعمل خضار، وبعد كده ادخل في الحاجات اللي ممكن تعمل ريحه. افوكادو هاخده كده سلايسز تتحط في الساندوتش او تتحط في الكرواسون. لو الافوكادو اللي عند حضراتكم مستوي قوي ممكن تدعكوه كمان، تعملوه زي الجواكامولي، تدعكوه مع الخلطه دي. تمام، حطه برده هنا علشان ياخد نفس الطعم. يبقى انا كده الخلطه بتاعتي جاهزه من غير ملح. افتكر كويس قوي، من غير ملح. فاضل اني اقطع العيش سكينه مشرشره، او اقطع يعني الكرواسون هقطعها. يعني بصوا حضراتكم هاخدها كده كلها زي ما هي، سكينه مشرشره بتبقى اسهل كتير ان احنا نقدر نقطعها. تمام، نحط ايدينا كده وناخد حوالي سنتي من فوق ونخلي بالنا على صوابعنا ونقطع كده. تمام، خلي نفس الطبق اقدم فيه طبق نظيف. انا عندي قطعتين فسيخ، طبعا دي تبقى كبيره قوي لو اتحطت في حته كرواسون لوحدها، فاقسمها نصين. انا دي شكلها مش عاجبني قوي، اي حاجه شكلها حضراتكم مش على المزاج على طول سيبوها. ماشي، يبقى انا هقطعها بزاويه كده وهشيل، تعالي اهي. تمام، والثانيه على القطعه الثانيه. طبعا ستات البيت لما تيجي تعمل الاكله دي تلبس الجلافز او الجوانتيات بتاعه الطبيخ علشان ريحه الفسيخ بتمسك. يعني انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ابعد عنه. خليها كده وناخد معلقه ثانيه. افردوا عليه بقى كده الايه، الخلطه العظيمه. وناخد بقى ايه، الافوكادو، نرصهم كده. هو فسيخ متدلع شويه، تعدلي ادي واحده. طب اهو قطعه كمان. وبالمعلقه ممكن ازود شويه كمان. عشان ما نبقاش، هخلي دول برضو موجودين. نحط واحده هنا.
بما انه اتقطع انا كمان حطيت عليه شويه ليمون علشان ما لونه ما يتغيرش، بما اننا قطعناه علشان ما فيش حاجه تترمي. نحط الليمون والبرتقال ونرش عليه كده شويه من البقدونس المفروم. وهطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم بطارخ رنجه بالبنجر، خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت الفسيخ المدلع، فسيخ بالكرواسون. هعمل دلوقتي بطارخ رنجه بالبنجر. قول المكونات: طحينه خام، بنجر مسلوق، بطارخ، الرنجه، ميه، فلفل حار، ليمون، ثوم، وخل. هستعمل الكبه، هعملها بيست يعني هعملها معجون عشان تبقى ظريفه. ابتدي الاول بايه؟ هبتدي بمعلقتين طحينه في الكبه. وحضراتكم بقى كل المكونات تبقى قدامنا علشان لو حاجه زادت اقدر، يعني ايه لو حاجه زادت؟ يعني لو الطحينه زادت بقت تقيله ازود عليها ميه، لو كده يعني اقدر ايه اتصرف. احط شويه من الميه، نقول مثلا ميه ساقعه او ميه بدرجه حراره الاوضه، واحط الليمون كله والخل كله والثوم كله. هخلي بس الطحينه قدامي والميه علشان لو ما ظبطتش اظبطها. نشوف كده الطحينه يبقى شكلها عامل ازاي. هحط شويه كمان من الطحينه من هنا من الفتحه دي كده. خلي بال حضرتك انا مش عاوزه تتقل قوي علشان لو تقلت قوي لسه في مكونات تانية جايه، فلو تقلت قوي ممكن ازود لها ميه هخفها مش مشكله، بس انا عايزين تبقى دايما الطحينه نفسها سايبه. يعني احنا كده هنحتاج معلقه كمان، وهخلي برضو الطحينه عشان لو عايز ايه ازود. ناخد واحده من البطارخ نشيلها. والفلفل برضو خلي بقى حركه، البنجر لونه بيمسك جامد قوي في الايد وبيبقع طبعا اي حاجه على الهدوم ولا حاجه. عايز اشيل واحده او اتنين كده، احاول احطهم على الوش بعد ما اخلص. اخلط بقى المكونات مع بعض لحد اما القوام يمسك نفسه شويه. هشوف كده القوام اخباره ايه، لقيتها لسه سايبه ممكن ازود شويه طحينه. يعني اعتقد ان هي كده كويسه. هي بتبقى ديبنج يعني بتبقى غموس. خليني ازود شويه طحينه تقلها سنه كمان. أو. كده كويس جدا. شيل دايما ده خلاص خليك. بص القوام كده مظبوط جدا ان هو يبقى ديبنج. طبعا شايفين حركه اللون تحفه كده كفايه. احط عليها بقى قطعه الايه البطارخ اللي باقيه دي وواحدايه من البنجر، شوية من الطحينة كده. الطحينة الخام بس حطوا حبة صغيرين خالص زي ما حضراتكم شايفين كده عشان طعمها بيبقى طعمها بيبقى سمسم قوي، يعني طعمها بيبقى قوي جدا. اخر حاجة بس
الحق بسرعه اشيل ده عشان ده بيبقع، واحط عليها رشه من زيت الزيتون. فين زيت الزيتون؟ يبقى اول طبق كان كرواسون بالفسيخ او فسيخ بالكرواسون، وتاني طبق كان بطارخ الرنجه بالبنجر. الف هنا وشفا، اشوفك في حلقه جديده. باي باي.